السلام عليكم يا شباب، إن شاء الله هنكمل النهاردة بقية السلالم، وهناخد النهاردة السلالم ذات الثلاث قلبات اللي هي 3 Flight Staircase، كنا اتكلمنا عنها شوية المرة اللي فاتت. الفكرة كلها في السلالم الثلاث قلبات، معظم المهندسين اللي موجودين في السوق ما بيعرفوش يصمموها لسبب بسيط جدا، إن هو مش بيعرفوا يتخيلوها قبل أي حاجة، تمام؟ مش متخيلين الستراكشر سيستم نفسه مين شايل مين. ودي الشطارة، لو انت فهمت ان مين شايل مين والسيستم كله كثري دي شغال ازاي، هتفهم الموضوع عامل ازاي، تمام؟ وامتى اصلا بنشتغل او بنختار هذا السيستم؟ ليه ما نستخدمش سلم قلبتين ونستخدم سلم ثلاث قلبات؟ عادة ده بيبقى خيار معماري اكتر ما هو خيار انشائي، يعتمد على المكان اللي محطوط فيه السلم. المكان ده، السبيس ده، هل هو سبيس شكله مستطيل؟ مثلا شكله عامل كده رفيع، وبالتالي الاسهل بالنسبه له ان هو يعمله سلم عامل كده اللي هو قلبتين، ولا هو اشبه بالمربع مثلا قصير مسافته صغيره، فمضطر لو عمل كده مثلا ما يكفيش، تمام؟ فبيعمل ايه، وكمان بيبقى عريض السلم، بيبقى السلم كمان عريض، فبيعمل السلم الثلاث قلبات. السلم الثلاث قلبات زي ما انت شايفه هنا يبقى شكله عامل كده، وهنا سوري الحته ديت ممكن تبقى تبع السلم، وهنا 3 درجات وليكن 4 درجات وليكن كذا، تمام؟ او سوري هنا اكتر شويه، فده بيبقى السلم التاني. بيبقى فيه 3 فلايتس، يعني جزء بتطلع من هنا وجزء بتطلع من هنا لهنا وجزء بتطلع من هنا لهنا، تمام؟ خلينا نشغل بوينتر ونتكلم عن الموضوع ده. في ال 3 دي هيبقى التخيل بتاعك افضل كتير. الفكرة كلها ان انت عندك 3 فلايتس، جزء بيطلع من منسوب مثلا الدور الاول يطلع على صدفة تستريح، وبعد كده تطلع تاني وبعدين تقعد على صدفة تانية تستريح، دي بنسميها القلبة التانية او السكند فلايت، وبعد كده بنطلع منسوب هنا نطلع للدور التاني اللي هو على الثيرد فلايت، تمام؟ فهنا ممكن نسمي ده الدور، تلت الدور، تلتين الدور، وبعد كده المنسوب القلبة التانية، ماشي؟ عادة الموضوع ده زي ما قلت لك بيستعمل لما يكون المساحة ضيقة، أو إن المكان اللي هيتحط فيه السلم شبه مربع، تمام؟ فأنت مش معندكش سبيس يكمل لك إن دي تبقى 2 فلايتس هنا. يعني أنا عندي هنا محتاج يبقى عندي مثلا، لو أنا عندي 3 متر، 3 على 0.15 بنتكلم في 20 درجة، 20 رايز، تمام؟ فاحنا بالنسبه لنا لسه عندنا السبيس ده بيكفي بالعافيه 1 2 3 4 5 6، 6 في الاتجاه ده و6 في الاتجاه ده، فمش هتعرف تعمل قلبتين، فبتضطر تلاقي الجزء ده كمان عريض يقدر يستحمل ان احنا نزود 1 2 3 4 5 6 تانيين، تمام؟ فبيبقى عندنا حدود 18 جوينج، يعني هتكفي هتوصلنا تقريبا ل 2 متر 80 2 3 متر، تمام؟ في الحالة دي المعماري مش الإنشائي بيختار غالبا السلم الثلاث قلبات، تمام؟ عادة في السلم ده، وده يعني بنسبة 99%، بتلاقي القلبة الأولى الفلايت الأولانية والفلايت الأخرانية بيتساووا في عدد الدرجات، طب الباقي بنحطهم في الجزء بتاع القلبتين دي. ساعات بيبقى الشغل تجاري قوي، فبتلاقي بالذات لو حد فيكم عنده يعني في تجاري، يعني ايه، يعني مش ما يهمش الشكل المعماري قد كده، تلاقي ان هو محتاج كمان سلمتين، يروح قاسم السلمه ديت مثلا كده ويعمل حاجه اسمها سلم مروحه، يعني تلاقي الصدفه نفسها عباره عن سلمتين هنا وسلمتين هنا، ممكن يكون اكتر كمان، عشان يبدا يجيب الجزء اللي متبقي له من الايه، من الدرجات. بس مش ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، بس احنا هنتكلم عنه النهارده كمان ينفع في نفس الكلام. anyway، تخيل المنظر ده معانا. طيب مين شايل مين؟ هنتكلم في الموضوع ده كذا مرة. أول حاجة هنا بيبقى فيه كاميرا هنا، دي بنسميها فخدة زي ما أنت شايف كده، بنسميها فخدة لأنها مكسورة ونازلة مع السلم. الكاميرا دي بتقدر تشيل الصدفة دي، معمولة عشان تشيل الصدفة دي، وكمان تشيل الصدفة دي في نفس الوقت، ماشي؟ وعندنا هنا كاميرا في منسوب الدور، سواء الدور الأول أو الدور التاني السايق. فبالنسبة لي الفلايت نمبر 1 متشالة على الكاميرا ديت، لأن هي زي ما اتفقنا إن السلم عبارة عن بلاطة مايلة وأجزاء أفقية وأجزاء مايلة،
وان واي سلاب هنا متشالة هنا على الكاميرا ديت ومتشالة على الكاميرا في تلت الدور. نفس الكلام بالنسبة للصدفة دي أو بالنسبة للجزء ده من السلم متشالة على الكاميرا اللي منسوب الدور التاني ومنسوب في التلتين. قد تكون دي كاميرا واحدة وقد تاخد كاميرتين وقد تكون كاميرا مكسورة زي ما انت شايف كده، هنتكلم عنها بعد شوية. طيب احنا اتفقنا ان ده متشال اهو من هنا لهنا وده متشال من هنا لهنا. طب بالنسبة للفلايت التانية، الفلايت التانية هي simply supported span مرتكزة على الصدفة التانية اللي في تلتين الدور ومرتكزة على الصدفة اللي في منسوب تلت الدور، هنتكلم عن الموضوع ده أكتر من مرة كمان شوية. تمام، مثلا البلان ده بيمثل برضو نفس الفكرة نفس السلم. هنا كان المساحة اللي محطوط فيها السلم شبه مربعة، لما تلاقيها شبه مربعة كده بيبقى غالبا عدد الدرجات اللي في الفلايت الأولانية والتالتة قرب الفلايتس اللي موجودة في الايه في النص، بس ما تفرقش كتير. المهم بيبقى هنا في كاميرا في منسوب تلت وتلتين الدور اللي هي بتشيل الصدفة تلت الدور وتلتين الدور، تمام، وهنا كاميرا بتبقى في منسوب الدور فيبقى الايه السلم في الاتجاه ده. طب لما الجزء ده يبقى كبير، المسافة دي تبقى كبيرة، فالتي ديفليكشن هتبقى كبيرة والعزم هيبقى كبير. في الحالة دي ساعات كتير جدا بنحط كاميرا تقسم البلاطة ديت نصين، تقسم الجزء الأفقي ديت يبقى جزء مايل وبعد كده جزء أفقي. يعني الـ structure system احنا عملناها المرة اللي فاتت هيبقى شكله عامل كده، هنا في كاميرا، هنا بلاطة مايلة، هنا كاميرا تانية اللي هي ركيزة، وهنا ركيزة، وده مستمر اهو. تمام، ده شكل الـ structure system في الاتجاه ده. طيب بالنسبة للتاني نفس الكلام، بس ده اللي هو المنسوب الواطي، وبعد كده تميل كده، هنا في كاميرا، وبعد كده هنا في كاميرا تانية الركيزة بتاعتي، وبعد كده تكمل كده. طب بالنسبة للبلاطة اللي هي السكند فلايت أو القلبة التانية تبقى عاملة ده العالي، تمام، يبقى كده نازلة وبعدين تنزل وتبقى هي الركيزة بتاعتها هي الصدفة الأولانية اللي في تلت الدور والصدفة التانية اللي في تلتين الدور، ماشي؟ زي ما قلت لك دي بنحطها اللي هي الملحوظة ديت نحطها لما يكون السبان ده كبير شوية، تديفليكشن كبير أو المومنت كبير وعايزين نقلله شوية، خاصة لو اللايف لود اللي موجود على السلم ده بيكون كبير، لو أكتر من 3 كيلو باسكال أو أيا كان. تمام، طيب تعال نبص على كروس سكشن نشوف الموضوع ده عامل ازاي. يعني كروس سكشن للبلان اللي شفناه من شوية، هنا في منسوب الدور الأولاني كان فيه الكاميرا الأولانية وبعد كده في السلم اهو بيطلع لغايه منسوب تلت الدور، وبعد كده في كاميرا، الكاميرا دي شايله الصدفه اللي موجوده في تلت الدور والصدفه اللي موجوده في تلتين الدور، ماشي، بتشيل دي من تحت وتشيل دي من فوق، قد تكون كاميرا كبيره واحده تشيل الليله دي كلها. تمام، لو اخدت بالك هنا في جاب ما بين الكاميرا وما بين الصدفه، يعني هنا السلم ده مش مرتبط او الصدفه التانيه او القلبه التانيه، مش الصدفه التانيه اسف، القلبه التانيه او الفلايت سكند فلايت مش مرتكزة على الكاميرا دي، خد بالك من الموضوع ده. وبعد كده الكاميرا دي شايلة الصدفة اللي موجودة في تلتين الدور وتطلع بفلايت التالتة وترتكز على البلاطة اللي في منسوب الدور والكاميرا ديت والكاميرا ديت، ماشي. امتى استعمل الكاميرا دي 1؟ لما يكون السبان ده من هنا لهنا كبير ادى الى ان التي ديفليكشن تبقى كبيرة او السك بتاع البلاطة كبير والايه التسليح بتاعها كبير، عايز اخفضهم اروح مستعمل هنا كاميرا صغيرة هنا وكاميرا صغيرة. لو خدت بالك الكاميرا دي 2 او دي 1 اللي في الدور الاولاني او التاني دول في منسوب الدور، والا ما كناش هنعرف نشيلهم على الكاميرا بي 2 او بي 1، لازم يكونوا في منسوب الدور. عشان كده ما ينفعش احط هنا كاميرا تانية لان ما عنديش كاميرات، الكاميرات دايما دي في منسوب الدور، ماشي، هنفهم الكلام ده مرة تانية. طيب دي انا حاطط لك نفس الرسمة، هو ده البلان لما قطعت كده وبصيت بان لي المنظر ده، ماشي. الكاميرا دي مسميها كاميرا في منسوب نصف الدور، دي اللي شايلة من 4 متر لغاية 5 متر، شايلة الصدفة ديت وشايلة الصدفة ديت، ماشي. زي ما اتفقنا الكاميرا دي 1 اللي في منسوب الدور الأولاني أو دي 2 اللي في منسوب الدور التاني اللي هو ديت وديت، هي مرتكزة على الكاميرا ديت وديت. طب دي في منسوب مين؟ منسوب الدور، عشان كده لازم ده يكون في منسوب الدور اللي هو ده وده. منسوب الدور لما بقوله قصدي اللي هو الدور الاول الدور الثاني، امال ايه منسوب نص الدور اللي هي في المنطقه دي اللي ما بين الدور الاولاني والدور الثاني، ماشي، عشان هتلاقيني بكرر الكلام ده اكتر من مره. طيب زي ما اتفقنا الكاميرا اللي اسمها بيم اي ديت قد تكون كاميرا واحده بس
تشيل الصدفة دي وتشيل الصدفة دي زي الكبري دي. لو بصينا عليه، لو عملنا كروس سكشن هنا وبصينا هنا، ادي العمود اللي شايلها وادي العمود اللي شايلها، اهو ده وده، وهنا دي الصدفة اللي جاية في مسوب تلت الدور اللي وانا طالع فلايت 1، ودي الكاميرا الصدفة اللي موجودة في تلتين الدور اللي انا طالع بالفلايت 3، شكل الكروس سكشن بتاعها اهو، وهنا الفلايت التانية. لازم يكون ارتفاع الكاميرا في الحالة دي اكتر من المسافة من بطنية البلاطة هنا والتوب اوف ذيس ليفل، تمام؟ فبالنسبة لي ازاي احسب الهايت ده، وهل ده منطقي ان انا اعمل كاميرا كبيرة قوي كده؟ تمام؟ طيب ممكن جدا بدل ما نعمل كل الخرسانة اللي انت شايفها ديت، نعمل كاميرا شكلها اصعب شوية بس هتوفر لي اكتر بكتير، اللي هي ايه؟ ان الكاميرا تبقى مكسورة مع السلم، فتشيل الصدفة دي وتشيل الصدفة دي وتميل مع السلم تطلع معاه. فالكاميرا دي ساعات بنسميها فخده، تمام، او كاميرا مايله، ماشي، دي بتمشي مع الدرج بتاع البلاطه. طب دي ميزتها ايه؟ بتوفر لي. ميزتها ايه تاني؟ ميزتها ان انا لو حابب افتح هنا شباك في السلم اللي هو في المنطقه دي هعرف افتح، لكن هنا ما كنتش هعرف لان هي جوه الكاميرا. الشباك اللي بيبقى موجود في الدور او في نص الدور، سوري، في منسوب النص الدور التلت او التلتين، تمام، عايز اعمل شباك للي طالع ده في حاله ان انت مطل على منور او مطل على الشارع او ايا كان. لو انت كده كده في نص العماره مش فارقه معاك، تمام. في مزايا، ميزه التوفير. طب امتى اختار ده وامتى اختار ده؟ الحل بسيط جدا. لو الارتفاع ده قريب من ارتفاع الكاميرات العاديه اللي هي 70 سنتي 80 سنتي، ساعتها مش فارقه، هتعرف تفتح شبابيك وهتعرف تعمل كل حاجه. طب امتى يكون 70 80 سنتي؟ لما يكون عدد الدرج قليل، تمام. طب لما يكون عدد الدرج كتير 10 15 مثلا درجه، في الحاله دي لازم نعمل فخده، والا هتلاقي الارتفاع ده بتاع الكاميرا مثلا اكتر من متر ونص، فمش منطقي، لا هتعرف تفتح شبابيك وهتبقى التكلفه كبيره وهكذا. تعال نبص على ايه. فور اكزامبل هنا لو عندنا البلاطه كده، تمام، وعندنا الكاميرا دي زي ما انت شايف خطين ستريت. خطين ستريت معناه كان ان هي كاميرا مش مكسره، مش فاخده، تمام. الكاميرا دي شايله من الدور 4، من شايل البلاطه الصدفه اللي على 4 متر والصدفه اللي على 5 متر، فارتفاعها هيبقى كام؟ نحسبها ازاي؟ بنحسب ان سمك الكاميرا في الحاله دي بتساوي عدد مرات الرايسز مضروبه في ارتفاع الرايز، تمام، عشان اجيب من الليفل ده للليفل ده، زائد سمك البلاطه، انا قلت لك بوينتر، زائد سمك البلاطه و بلس الرايز هايت مضروب في عددها يوصل للليفل ده، ناقص سوري بلس 50 ملم كفر خرسان. اشمعنى 50 ملم؟ لان انت سليح بتاع البلاطه بيبقى ماشي هنا، تمام، سوري ماشي عمودي عليا في الاليفيشن ده، فانا لازم اكون تحت منه التسليح بتاعي عشان ابدا اشيل، وبعد كده هزود كفر خرسانة للكاميرا، وبالتالي بزود كفر 50 ملم زيادة. فلو عندي الهايت ده مش كبير، 80 ملم 90 ملم بالكتير او متر بالكتير قوي، تمام، ساعتها ممكن اشتغل بالكاميرا دي، لكن لو ارتفاع بقى اكتر من كده بكتير هيبقى حرام. تعال نبص على الاكزامبل. في حالة ان انت عندك هنا اربع درجات في القلبة التانية، كل درجة 150 ملم، وسمك بلاطة السلم 150 ملم برضو، احسب ارتفاع الكاميرا الافقية. لو انا عندي الكاميرا دي افقية مش مالي، في الحالة دي هيبقى عدد درجات مضروب في السمك بتاعها، يبقى 4 تايمز 150 بلس سمك البلاطة اللي هي تي اس 150 ملم زائد كفر 50 ملم، فلقينا ان ارتفاع 800 ملم، وده ارتفاع منطقي يعني شبه الكاميرات اللي موجودة حتى في منسوب الدور العادية. ساعتها ممكن اعمل شباك تحتها عادي، ممكن يعني مش هتغير لي من شكل المعماري بتاع المنشأ. في الحالة دي بروح للكاميرا. لكن لو عندي مثلا 12 درجة، لو دولت 12 درجة وعندي 150 ملم برضو، والكاميرا عايز اعرف اذا كانت الافقية منطقية ولا لا، هيبقى 12 في 150 زائد 150 ملم زائد 50 ملم، يطلع لي 2.3 متر، يعني ارتفاع الكاميرا دي تقريبا اولموست ارتفاع الدور ده، ارتفاع رهيب. فبالتالي مش منطقي ان ما يكون الفرق الاليفيشن كبير كده ان انا اعمل حيطه خرسانه عشان اشيلهم الاثنين، لا، في الحاله دي بستخدم حاجه اسمها فخده او كاميرا مايله بتشيل المنسوبين. وساعتها لما بنيجي نرسم الكاميرا نعمل خط فوق وخط تحت كده، معناه ان ايه؟ واحنا بنبص لتحت لقينا هنا كسره ما بين ده وده وكسره ما بين ده وده، فدي بتبان خط ودي بتبان خط، تمام؟ جميل جدا.
طيب تعالى نفهم خطوات التحميل مش خطوات التنفيذ. على فكرة أول حاجة عادة بيفضل إن يكون في 4 أعمدة في الكرنر بتاعة الإيه السلم. إشمعنى بيفضل كده؟ عشان إحنا عايزين نعمل كاميرا في منسوب نص الدور، تمام؟ كاميرا في منسوب نص الدور دي لازم يكون ما بين الاتنين كاميرا، لازم يكون ما بين يعني عند كاميرا منسوب الدور في آخرها في الجنبين موجود عمود. العمودين التانيين يفضل عشان نعمل كمر يعمل يحوط السلم نفسه. بعد كده ممكن تحط الكاميرات بتاعت منسوب الدور بتاعتك تشيل على الايه على الاعمده، تمام. عاده يا اما لو الفرق الاليفيشن ما بين التلت الدور والتلتين كبير بنعمل فخده، او بنعمل كاميرا لو الفرق مش كبير نعمل ايه كاميرا افقيه واحده، بس دي اللي هتشيل الصدف اللي في الدور التلت الدور والصدف اللي موجوده في تلتين الدور. بعد كده نبدأ نحط أول فلايت أو أول قلبة بتتجهز على منسوب الكاميرا اللي في منسوب الدور والكاميرا اللي في منسوب تولت الدور زي ما أنت شايف كده. وبعد كده الصدفة التانية أو التالتة بنسميها أو الثيرد فلايت ما بين منسوب تولتين الدور ومنسوب الإيه الدور التاني. بعد كده بيبقى في جزء من البلاطة هنا متشال، أو الفلايت نمبر 2 أو القلبة التانية متشالة على سنتر لاين بتاع القلبة الأولانية والسنتر لاين بتاع القلبة التالتة. برضو في جزء من البلاطة هنا اللي بتبقى في منسوب الدور اللي هي ديت ممكن نعتبرها بتتشال هنا وهنا، بس هي بتبقى حملها أقل كتير من حمل بتاع السلم، ساعات بنهملها أو بنحط لها انديكيشن كده. طب الاستراكشر سيستم بيبقى عامل ازاي؟ زي ما اتفقنا الفلايت ديت بنشيل على الكاميرا دي والكاميرا دي. الكاميرا بالنسبة لي هي الركيزة، فيبقى شكل القلبة الأولى أو التالتة أو أيا كان بنسميها إيه هيبقى من هنا من الكاميرا دي اللي هي ديت، والكاميرا ديت اللي هي ديت جزء افقي جزء مايل بتاع الفلايت والجزء الايه الصدفه. وبعد كده القلبه الاولانيه او الثالثه مرتكزه هنا في التلتين الدور ورايحه الايه للدور، والكاميرات هي الركائز بتاعتي. وبعد كده الفلايت نمبر 2 هي مرتكزه على الصدفه وعلى الصدفه، مش مرتكزه يا جماعه على الكاميرا، تمام. احنا ممكن نعمل كده، ممكن نحط التسليح بتاع الكاميرا ندخل تسليح السلم في الكاميرا، بس ساعتها مش هيبقى نفس الاستراكشر سيستم. الاستراكشر سيستم بنتكلم عنه متشال هنا وهنا، فبالنسبه لي في نص الصدفه هنا من فوق ونص الصدفه من تحت وبعد كده الجزء المائل. دي لو رسمناها برضو ايزومتريك اهو، انا بالنسبه لي ما رايح من نص الدور للدور وهنا في كاميرا وهنا كاميرا، بعد كده هنا في كاميرا والكاميرا شايلة جزء القلبة التالتة، وبعد كده من منتصف الصدفة دي لمنتصف الصدفة دي القلبة التالتة، تمام. طيب ايه هي طريقة الحساب؟ بكل سهولة انا عندي دلوقتي مش صدفتين زي بعض شبه بعض زي زمان، لا انا عندي تلات قلبات، كل واحدة ممكن يطلع ليها تي ديفليكشن مختلف، وبالتالي هناخد التي ديفليكشن الأكبر ونستخدمه، دي أول خطوة. بعد كده نحسب الأحمال على الجزء الأفقي الجزء المائل، ونجيب لكل صدفة لوحدها أو كل قلب لوحدها الـ W average بتاعتها، ماشي. بعد كده بحسب المومنت آسف في حاجة تانية، أنا بحسب الأحمال، ببدأ التحميل على الجزء اللي هي الفلايت نمبر 2 اللي متشال على صدفتين، لأن الحمل بتاعها يؤدي إلى وجود رياكشن. الرياكشن ده هو الحمل اللي موجود على الصدفة الأولى وعلى القلب الفلايت نمبر 1 والفلايت نمبر 2، تمام. فلازم نبدا بالبتاع السكند فلايت او القلبه الثانيه اللي هي متحمله على القلبه الاولى والثانيه، لان الرياكشن بتاعها هو حمل، يعتبر حمل على القلبه الاولى والقلبه الثانيه، تمام، زي ما هنشوف بعد شويه. بعد كده نحسب العزوم لكل واحده ونبدا نحسب اكبر سمك المفروض نجيبه من العزوم كلها، ونجيب بعد كده التسليح لكل صدفه لوحدها سواء علوي او سفلي، تمام. في الاخر طبعا بنبدا نرسم التسليح بتاعنا، بس اتاكد كويس قوي ان القلبه الثانيه التسليح بتاعها يبقى فوق القلبه الاولى وفوق القلبه الثانيه لان هو اللي متشال عليها، تمام. والتسليح خد بالك بيبقى عمودي على بعضه، لان انا بالنسبه لي التسليح بتاع السكند فلايت ده هيتشال على التسليح بتاع ده، السكند فلايت ده لو الازرق هيبقى متشال على ده، وبالتالي لازم اخد بالي ان النقط اللي هتبان لي في الكروس سكشن دي فوقي لو هي تسليح سفلي، فوقي لو انا تسليح سفلي، تمام. ولو بالنسبة للصدفة هنشوف الكلام. تعال نبص على الاجزام هنا، مديني الشكل رقم 1 بيبين المسقط الافقي للسلم في دور متكرر في احد المباني، المطلوب تصميم بلاطات السلم ورسم قطاعات طولية
اللي هو كروس سكشن زي ايه ايه كده مثلا بس بالطول. توضح تفاصيل التسليح بمقياس رسم 1:20، 1:20 يعني بضرب كل سنتي في 5، كل سنتي بترسم 5 سنتي، علما بأن وزن الأرضيات كفر ما ادانيش للسلم لوحده والسكني لوحده، لا قال لي كل الكفر بواحد، والحمل الحي ب3، الاف سي ب25، والاف فيلد ب360، يعني 360 مش موجود أوي في الكود الجديد دلوقتي، كانت مسألة قديمة شوية عندي. الجوينج 0.3 متر، الهايت 0.16، أنا مديها لك تقدر تجيب منها السيتا وتقدر تجيب منها الكلام ده كله، تمام؟ طيب بالنسبة لي الكاميرا دي زي ما انتوا واخدين بالكم ما فيهاش كسرتين، وبالتالي دي مش كاميرا ايه؟ مش كاميرا مايلة، دي غالبا كاميرا افقية اخدة من الدور ده للدور ده، شايلة ده وده. anyway مش هيفرق معايا في الديزاين بتاع البلاطات. هنا عندي ده سلم 3 قلبات زي ما انت شايف، في قلبة اهي، قلبة التانية، قلبة التالتة. هنبدأ بالقلبة التانية وناخد الرياكشن بتاعها، نحطه على الصدفة دي وعلى الصدفة دي ونبدأ نعمل الكلام. بس تعال نبص الأول على الستراكشر سيستم. structure system ما هو الا انا بالنسبه لك مني حاطط لي كاميرا في النص هنا، انا بقيت continuous، وللاسف دي لو تفتكروا في البلاطات السوليد دي بحر كبير اهو جنب بحر صغير، دي ما ينفعش اشتغل بيها بالعزوم العاديه، ده بسكور على 8 وده بسكور على 10 وهكذا. ليه؟ لان هنا الفرق العزوم كبير، الكل المصري ما بيتوحلكش ان انت تشتغل كده، فلازم في المومنت تشتغل 3 مومنت ايكويشن وتعمل كيس اوف لودنج بالبحر الاولاني والبحر الثاني والبحر لازم النيجاتيف وهكذا، ودي من أسوأ المسائل. بس احنا ممكن يعني اكمن البحر الصغير بيبقى صغير قوي بالنسبة للجزء ده، فالعزم النيجاتيف بيطلع صح بالتحميل الماكسيمم، العزم البوزيتيف بيطلع ازيد شوية صغير. المهم السيتا هنا بتساوي التان انفرس، هنتكلم في كل الكلام دلوقتي، تان انفرس الرايز على الجوينج طلع لي 28 درجة. فالكوزاين السيتا، ليه بجيب الكوزاين السيتا؟ عشان هقسم الاون ويت على كوزاين السيتا، كوزاين السيتا بتاع ديت ب 0.88. ستراكشر سيستم عندي فلايت عامله كده اللي هي الفلايت، ممكن تسميها فلايت نمبر 2، تمام؟ دي من السنتر لاين تو سنتر لاين. طب نحسبها ازاي؟ ما انا مديك الصدفه بتساوي 1.1 تقسم على 2 يبقى 1.1 على 2 ب 0.55 متر، نفس الكلام في الاتجاه ده، تمام؟ وبعد كده الجزء بتاع الفلايت دي 1.2، يبقى المسافه كلها الافقيه 2.3 متر. طب انا يهمني الافقيه في ايه؟ ان انا بحسب عن طريقها التي ديفليكشن، احنا بنشتغل على الافقي، ماشي؟ طيب الجزء المايل اللي هو الايه الصدفه الثانيه، الجزء ده خد بالك الرياكشن اللي انت شايفه ده هيبقى اكشن على البلاطه دي بعد كده في التحميل. بس anyway اجيب ابعادها ازاي؟ الركيزه بتاعتي المره دي هي الكاميرا، الكاميرا، فانا عرض الكاميرا عندي 20 سم تقريبا، تمام؟ انا بالنسبه لي الصدفه كانت 1.1 زائد 0.2 على 2، يبقى بالنسبه لي من السنتر بتاع الكاميرا لغايه وش الفلايت 1.2 متر، وبعد كده الفلايت نفسها مديها لك 1.9 متر، وبعد كده من السنتر بتاع الكاميرا لغايه السنتر بتاع الكاميرا 1.5 متر. فبالنسبه لي هنا في سبان 3.1 متر وسبان على الشمال 1.5 متر، زي ما انت واخد بالك تقريبا ده نص ده، وبالتالي ما ينفعش اشتغل بالايه؟ بالتحميلات بتاعه الكود المصري، المفروض اعمل كيسز اوف لودنج ومفروض اشتغل بال 3 مومنت ايكويشن وانا بجيب العزم. بس الاول لازم نجيب التي ديفليكشن. طب هنجيبه من دي ولا من دي؟ هجيبه من ديت ومن ديت وناخد الاكبر نوحده على الكود. فبالنسبه لي هنا ده سمبلي سبورتد، وبالتالي هقسم على 25، بس خد بالك الاف فيلد هنا ب 360، والوحدات اللي موجوده في اللي بنقسم عليها بالنسبه للكود المصري ال ان على ال على على الفاكتور بتاع الستيل 420 مش 360. المهم هنخش في المعادله 0.4 زائد الاف فيلد على 700، يطلع لي الرقم ده 0.914، نقسم 25 عليه يطلع لي تي ديفليكشن 84 ملم بس، حاجه عبيطه. طب بالنسبه لده هنا سمبل كونتينوس هيتقسم على 28 وسمبل كونتينوس هيتقسم على 28، يبقى 3100 على 28 على الفاكتور برضو نفس الفاكتور 0.914 يطلع لي 102 ملم، وبالتالي هنشتغل 120 ملم. جميل جدا. اول حاجه عندي جزء هنا افقي وجزء مايل، الاثنين ليهم نفس الاون ويت اللي هو 0.12 في الجمع 25 من السمك 0.12 يطلع لي اون ويت 3. بس خد بالك هنا هنحمل صحيح 3 لكن هنا نقسم 3 على كوزاين سيتا. طب بالنسبه للكفر في الاثنين بواحد، اللايف لود الاثنين بثلاثه، في الجزء المايل بس في حاجه اضافيه اللي هي الستبس الدرج،
الدرج ده الاون ويت بتاعه بتساوي الار على 2 الرايز على 2 0.16 على 2 مضروب في 25 طلع على 2 كيلومتر بالمتر متر سكوير. يبقى الجزء الافقي عبيط ده زائد ده زائد ده في 1.5 او خلينا الدكتور لسه الدكتور حازم اتكلم في الموضوع ده فمش عايز الخبطكم. قال من الاخر عشان الامتحان هنشتغل دايما 1.4 من 10 الديد لود زائد 1.6 من 10 اللايف لود. معلش ده اكزامبل قديم قبل ما الدكتور حازم يكلمني عشان الام سي كيو يطلع لنا نفس الرقم كلنا زي بعض ماشي. دايما هنشتغل ب 1.4 من 10 الديد لود زائد 1.6 من 10 اللايف لود ماشي. فالاكزامبل ده مختلف شويه. المهم دبليو التيميت ماكسيموم بتساوي 1.4 ديد بلس 1.6 لايف يطلع لي اولموست 10.5 كيلومتر بالمتر سكوير. ده اللي هحمله على الجزء الافقي. طب الجزء المايل لا خد بالك الاون ويت البلاطه هتقسم على كوساين ثيتا اللي طلعت لنا 0.88 على ما افتكر. نشتغل بوينتر احسن. فالجزء ده هو اللي مختلف وفي جزء تاني اللي هو الحمل بتاع الستبس هيتزود هو كمان. ف 1.4 من 10 الديد لود اللي هو ده زائد ده زائد ده زائد 1.6 من 10 اللايف لود طلع في حدود 14.1 من 10 تقريبا. تمام؟ الارقام هتختلف شويه لو اشتغلت ب 1.4 و1.6 بس مش هتفرق كتير قوي. المهم بعد شويه هنضرب الجزء الافقي في المسافات بتاعتها اللي هي 0.55 وال 14.1 من 10 هينضرب في 1.2 من 10 وهنقسمهم كلهم على الطول الكلي اللي هو 2.3 من 10 هيطلع لي الدبليو افريج بتاع الجزء المايل ده. حلو؟ اهو 12.38 كيلومتر بير متر ران متحمل على 2.3 ده سمبلي سبورتد يبقى دبليو سكوير على 8 ودبليو سكوير على 24 طلعت العزوم بتاعتي. الرياكشن ده يهمنا جدا الرياكشن اللي جاي هنا الدبليو ال على 2 لان الرياكشن ده هو الحمل اللي موجود على الحاجه اللي شايلاني. طب مين اللي شايلني؟ اللي شايلني هي البلاطه اللي موجوده في ثلث الدور او الصدفه اللي موجوده في ثلثين الدور. فبالنسبه لي القلبه الاولى او الثانيه هيبقى في جزء افقي اللي هو ده والجزء المايل. الجزء الافقي عليه 10.5 و10.5 والجزء المايل 14.1 نفس الكلام اللي قلناه في الكلام اللي فات. بس الصدفه اللي في منسوب الدور او في منسوب النص الدور اللي هي ديت شايله كمان الرياكشن بتاع الصدفه الثانيه او القلبه الثانيه. تمام؟ طيب خد بالك الحمل ده موزع يعني الحمل ده على الصدفه بالكامل. تمام؟ يبقى لازم نقسمه على عرض الصدفه عشان يديني الحمل اللي موجود بير متر ران تمام او متر سكوير. فبالنسبه لي 14.1 من 10 دي لازم تقسم على عرض الصدفه بتاعتي اللي هي 1.1 من 10 لو تفتكر لو بصيتها المساله يطلع لي تقريبا 13 كيلو نيوتن بير متر سكوير. تمام؟ طيب بعد كده نعمل ايه؟ نجيب الدبليو افريج للكلام ده. على فكره في ناس ما بقولش ان هو غلط بيضيف كمان جزء هنا رياكشن اولموست هو الرقم ده اللي جاي من بقيه الصدفه او بقيه الباسطه بتاعت الدور او نص الدور. تمام؟ كده صح وكده صح بس خلينا نشتغل بالطريقه ديت عشان بس الام سي كيو يطلع لي ارقام بالظبط لان غالبا الامتحان هيجي ام سي كيو. المهم فالدبليو افريج هتساوي 14.1 من 10 في المسافه اللي هي الجزء المايل ده اللي هي 1.9 من 10 متر زائد الحمل ده اللي هو 23.5 مضروب في 1.2 من 10 على المسافه دي اللي هي الجزء المايل بس اللي هو 3.1 من 10 يطلع لي 17.74. يبقى عندي هنا الجزء ده 17.74 والجزء ده افقي كده كده مش ما كنتش محتاج اجيب له الدبليو افريج ولا حاجه 10.5. في ناس بتتلخبط هنا وبتبدا تجيب الدبليو افريج لكل ده ويحسبوه يحطوه على البلاطه. لا الجزء اللي فيه جزء افقي ومايل بس هو اللي بنعمل له الدبليو افريج. تمام؟ بقى عندي مساله المشكله ان دي تقريبا ضعف دي يبقى ما ينفعش اشتغل بالدبليو سكوير على 8 ودبليو سكوير على 10 وعلى 10. تمام؟ لا المفترض ان انا اشتغل بكيسز اوف لودنج واشتغل بستيمومت ايكويشن. طب ايه هو الكيس اوف لودنج؟ هنا الماكسيموم 1.4 و1.6 الديد لود وهنا 0.9 الديد لود وبعد كده 1.4 و1.6 وهنا 0.9 الديد لود وبعد كده الاثنين ماكسيمم عشان اطلع اكبر عزم نيجاتيف وده غالبا اكبر عزم نيجاتيف هو اللي بيبقى جفرنينج للموضوع كله. انا اشتغلتها هنا مره واحده بس حطيت الماكسيمم كله على البحرين عملت ال 3 مومنت ايكويشن طلع لي العزم نيجاتيف 15.32 عزم نيجاتيف 4. تمام؟ لو علقت منهم دبليو سكوير على 8 يطلع لي هنا دبليو سكوير دبليو اللي هو 17.74 مضروب في 3.1 سكوير اوفر 8 اللي هيطلع 21.31
يطلع لي العزم البوزيتيف ده. ولو هنا علقت من السكر على 8 هنلاقي ان هو مغطي. عاده لما يبقى في بحر كبير جنب بحر صغير بيبقى العزم النيجاتيف كبير قوي لدرجه ان لما بعلق منه بغطي البحر كله. لكن ما ينفعش اصمم اي سبان عن عزم اقل من دبليو سكوير على 16، فبحط دبليو سكوير على 16 ده تبقى للكود. تمام، لو عملت الكيس اوف لودنج بتاع ثلاث حالات تحميل تمام، هيطلع لي ان اكبر عزم بوزيتيف هنا هيطلع لي 13.96. من الحمل ده صغير والسبان صغير فمش فارقه كتير، يعني مش فارق كتير قوي عن 0.9 ديد لود. لو كان ده الرقم ده كبير وقريب من ده مثلا كان هيطلع لي الفرق كبير، فانا عملت حاله تحميل واحده تاني. المهم يعني عشان السهوله في الامتحان لو جبت لك حاجه زي كده بحرين ممكن نشتغل حاله تحميل واحده. عادة في السوق بره لو عملت 3 مام ايكويشن بضرب العزم ده في 1.2 تقريبا عشان يديني عزم يعني ايه اللي ناتج من الكيس اوف لود ده ليك انت شخصيا. اللي هنعمله في الامتحان دي مره واحده بس. ماشي، المهم عشان الوقت مش اكتر، لان انت عشان تقعد تحل 3 مام ايكويشن 3 مرات في المساله، مساله السلم يعني معلهاش درجه كبيره قوي اعتقد عشان تقعد تضيع فيها وقت كبير كده. المهم طلع لي العزوم كده، هاخد اكبر عزم وهو غالبا بيطلع العزم النيجاتيف، اصمم بي دي مينيمم بيساوي كي التيمت في جذر ام التيمت في 10^6 على العرض عرض بلاطه اللي هو 1000 ملم، طلع لي 68.8. ازود عليه الكفر طلع لي 99 ملم، وعاده التي ديفليكشن بيطلع اكبر منه، فبناخد التي ديفليكشن ناقص 30 ملم يطلع لي الكفر، يطلع لي الدبس. هل طب الدبس ده اكبر من اللي انا كنت محتاجه في الدي مينيمم، وبالتالي الار مش هتساوي الار ماكس، هتبقى اقل شويه، فالار هتساوي الام التيمت في 10^6 على اف سي وعلى جاما سي في البي في الدي سكوير، يطلع لي الار الاي اوفر دي بواحد ناقص جذر واحد ناقص 3 ار، يطلع لي القيمه بتاعته ما تقلش عن 0.1. اوكي الموضوع جميل، ما نعوضش بقى بالمومنت في معادله الارياس دي، لان انا عندي كذا مومنت. الارياس دي اللي هيساوي الام التيمت في 10^6 على اف فيلد على 15 في الدي في الواحد ناقص الاي اوفر دي على 2، تعويض مباشر يطلع لي الرقم ده، طلع لي رقم ب 40 ام الت، مش شرط يكون 40 30 لا، ممكن 41.35 مش نظريه يعني. المهم هعوض بكل عزم من دول والعزم الاولاني بتاع البلاطه الاولانيه، البلاطه رقم 1 والبلاطه رقم 2، يطلع لي طبقا للعزوم دي الاريا ستيل. الاريا ستيل اختار لها الحديد بتاعتها بحيث ما يقلش عن 5 سيخ في المتر وما يقلش عن فاي 10 في المتر. تمام؟ طيب انا بالنسبه لي في تسليح عمودي على البلاطه اللي هو التسليح الاريا ستيل داش ده، خده بيساوي 0.2 الاريا ستيل، كل واحد ممكن تاخده 0.2 في الاريا ستيل بتاعته ويطلع لي التسليح، بس ما يقلش عن 5 في 10 في المتر. فلما عوضت باكتر واحد فيهم طلع لي انه اقل من 5 في 10 في المتر، خلاص خد كله 5 في 10 في المتر. طيب التسليح طبعا على الباوربوينت اللي انا شغال عليه دلوقتي مش بسهوله قوي تفهمه. تمام، فانا اكدت على المعيدين ان هم يشرح لكم التسليح كويس، وممكن تسالوني فيه ان شاء الله. هنعمل زوم ميتنج او تيمز فيديو تمام كونفرنس ممكن نتكلم فيه ان شاء الله. اول حاجه قطاع واحد واحد ده اللي هو البلاطه الصدفه الثانيه اللي متشاله على الصدفه الاولانيه، او سوري الفلايت الاولانيه والفلايت الثالثه. تمام، دي اللي متشاله على الصدفه اللي منسوب التلت الدور ومنسوب تلتين الدور. هل فبالنسبه لي دي الصدفه الواطيه ودي الصدفه العاليه. طب انا متشال على مين؟ مين الركيزه بتاعتي؟ الصدفه الاولانيه الفلايت الاولانيه والفلايت الثالثه. عشان كده التسليح بتاعها هيبان لي نقط تحتي، انا مش تحت، اللي تحتي هو التسليح بتاع بلاطه رقم 2 ده كان طلع لي 5 في 12 في المتر، فاروح معلم عليه وعامل 5 في 12 في المتر. طب التسليح بتاعي انا من الديزاين دبل سكوير على 8 ومن السبان بتاعي كان صغير طلع لي 5 في 10 في المتر، فالتسليح بتاعي كده بص ماشي ماشي ماشي، لقيت هطلع بره البلاطه، لا لف، دي اسمها كلوزد جوين زي ما اتفقنا، امشي 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 لقيت نفسي طلعت فوق بس لسه ما زلت جوه البلاطه، اديله ال دي 60 مره قطر السيخ، والتسليح يجي من الناحيه الثانيه ويديله ال دي ويبقى ده 5 في 12. طب التسليح النقطه اللي تحت ده مين؟ ده تسليح الفلايت نمبر 3 تسليح البلاطه الثالثه اللي هو 5 في 12. طيب انا عندي تسليح يا باشا، عندي عزم نيجاتيف دبليو سكوير على ايه؟ على 24. تمام، حط له التسليح هنا في ال 0.15 ال ان اللي هو ده، حطه برده 5 في 10 في المتر. طب التسليح اللي فوق ده ليه نقط اللي فوق دي؟ ما هو ده التسليح العلوي بتاع البلاطه رقم 1
والبلاطه رقم 2 او البلاطه رقم الفلايت نمبر 1 والفلايت نمبر 3، وتحطه عاده بيطلع 5 في 10 في المتر. حلو، ودايما اكتب لي ان ده ال دي وال دي عشان يبان ان انت فاهم. بعد كده لازم ابين تسليح السلالم وابين الاريا ستيل داش اللي هو الحديد العمودي عليا اللي هو 5 في 10 في المتر، تمام. وسمك البلاطه طبعا ابينه عشان الراجل يعرف، النجار يعرف ينفذ النجاره بتاعته للسلم اللي هو 120 ملم زي ما طلعت. ده الفلايت اللي متشاله، الفلايت الثانيه اللي متشاله على الفلايت الاولانيه والثانيه، سميها اولى ثانيه سميها زي ما تسميها. طيب بالنسبه بقى للفلايت الاساسيه اللي كانت شايله اللي هي ديت، كانت مرتكزه على كاميرا وكاميرا وكاميرا في نص تنسوب ثلث الدور او ثلثين الدور. ده في سكشن قطاع 2 ده اللي منسوب الدور الاول وطالع لثلث الدور. حلو، بالنسبه لي قد يكون البلاطه مكمله هنا وقد تكون لا، يعني لو هي سمبل سبورت هقفلها كده، لو هي لسه كونتينوس من الناحيه الثانيه ودي مش زي الاكزامبل بتاعنا، الاكزامبل بتاعنا كان كده هتكمل التسليح وتحط له ربع البحر وخمس البحر والشغل ده كله. المهم العزم هنا كان عبيط، العزم البوزيتيف لو تفتكر كان دبليو سكوير على 16 اللي هو المينيمم، فطلع لنا التسليح 5 في 16، والتسليح العمودي عليه الاريا ستيل داش ما يقلش عن 5 في 10 في المتر، خلاص يبقى 5 في 10 في المتر. تمام، هنا في عزم نيجاتيف اساسي، عزم نيجاتيف اساسي اللي هو كان طالع اكبر قيمه 15 وحاجه، وكان ده اللي محتاج تسليح 5 في 12 في المتر. طب تعالى نبص على التسليح لان دي اوبن جوينت، التسليح ده هيروح وكان لازم، وخد بالك اه في حاجه ثانيه خلينا نرسمها، كان العزم عامل كده، انت اخدتها في البلاطات لما يكون بحر صغير جنب بحر كبير، خلينا نرسمها بايه هنا، كان العزم النيجاتيف بيغطي البحر ده. تمام، بص كده اهو، المهم فبالنسبه لي هنا البحر ده متغطي بالعزم النيجاتيف، عشان كده التسليح ال 5 في 12 ديت لازم يكمل لغايه اخر الركيزه، هيكمل لغايه الركيزه الخارجيه وينزل كمان يديله ال دي. طب بالنسبه للاتجاه الثاني، لو كانت بلاطه افقيه عادي كنت هروح اولموست لربع البحر او من الزيرو مومنت امشي مسافه 0.3 دي زي ال ايه، لا بس انا اوبن جويت لما جيت اخش لقيت نفسي دخلت جوه القطاع اديله ال دي. طب بالنسبه لي هنا الزيرو مومنت 0.3 دي زي ال ايه وامشي واديله ال دي هنا، فبالنسبه لي هنا من اصعب الكونكشنز اللي ممكن تشتغلها اللي هي ايه، عزم نيجاتيف هنا التسليح واصل لغايه الاخر لان هنا البحر العزم النيجاتيف مغطي البحر. تمام، وفي الجزء ده بقى اللي هو في الجزء هنا، انا العزم هنا عندي عامل كده، بالتالي ده الزيرو مومنت، يبقى امشي مسافه 0.3 دي زائد ال ايه ووقف السيخ بتاعي. تمام، بس انا لما اكمل كده هلاقي نفسي ان انا اوبن جوينت، فلازم اخش واديله مسافه ال دي. تمام، اتمنى ان الكتابه بتاعتي ما تكونش بوظت لكم الرسمه، فده اصعب حاجه. طب بالنسبه للتسليح البوزيتيف تعال نبص عليه، اللي هو كان 5 في 12 يجي من الركيزه هنا ويمشي افقي افقي افقي، عايز يكمل لغايه الركيزه بس مش عارف ليه، اصل في كسره، فببص لقيت نفسي دخلت جوه القطاع اديله ال دي كده، ومن هنا من عند الركيزه يكمل كمل كمل واديله ال دي الناحيه الثانيه. طب الدوتت بتاعي هنا، الدوتت بتاعي اللي هنا اللي هو النقط ديت اللي هو السيخ العموديه عليا، هي حاجتين، اريا ستيل داش اللي هو 5 في 10 في المتر، والتسليح بتاع السلم. يعني انت ممكن لقيت تسليح السلم بقى قريب من بعضه قوي اللي هو التسليح اللي عند الرجل بتاع السلم، خلاص هو ده الاريا ستيل داش بالنسبه لك. تمام، والدرج معروفه 2 في 8 في البرستاب او 2 في 10 برستاب، وهنا التسليح بتاع الدرج 5 في 10 او 5 في 8 برستاب. يعني ناس كتير بتفضل تستخدمه 5 في 8 عشان تشكيله بيبقى اسهل. تمام، طب بالنسبه لي هنا التسليح العمودي عليا هنا يا باشا هو التسليح بتاع البلاطه الصغيره العمودي عليا اللي هو كان طالع كام، كان طالع 5 في 10 وكان فوق، يبقى يبان لي نقط فوق 5 في 10، لو كان ده طلع 6 في 10 كان هيبقى النقط دي 6 في 10، والتسليح اللي فوق بتاعها اللي هو التسليح العلوي دبليو سكوير 24 هو كان بالنسبه لي كان طالع 5 في 10، فبالنسبه لي النقط اللي هتبقى هنا كمان 5 في 10، خد بالك من النقطه دي. تمام، عند التلت والتلتين هيبان لي الكلام ده. فاضل سكشن تاني اللي هو السكشن المعكوس اللي هو اللي هو ده منسوب، يعني الليفل نمبر 2 اللي هو الدور الثاني،
وانا جاي من تلتين الدور رايح لتلت الدور، تمام؟ اللي هو البلاطه الفلايت نمبر 3، ماشي؟ اللي هو انا بالنسبه لي هنا تسليح سفلي اللي هو ده بيسكور على 16، حاجه عبيطه 5 في 10 في المتر، تمام؟ وهنا في تسليح سفلي اللي هو كان 5 في 12 في المتر. لو خدت بالك مش هينفع اطلع بره لو مديته على استقامته، فهلف عادي واخش ومفيش اي جوينت هنا كلوزد جوينت. طب بالنسبه لعزم النيجاتيف، كان هنا في عزم نيجاتيف، عزم نيجاتيف اللي هو كان طلع 15 وحاجه كبير. اه ما هو مفيش مشكله، دي كلوزد جوينت، انا همشي كده من الركيزه وده بيغطي البحر ده وامشي خالص لغايه ما اعدي الزيرو مومنت زائد 0.3 دي زائد ال واقف، خلصت. طب دي كلوز جوينت ولا اومن جوينت؟ دي كلوز جوينت زي ما انت شايف، الموضوع سهل. جيت امشي، لو كنت مشيت خالص كنت طلعت بره القطاع، لا انا بلف وامشي هنا وبعد كده احط تسليح واحط الاريا ستيل داش بتاعه، او التسليح اللي عند الرجول ديت بيغطي الاريا ستيل داش، وهنا الاريا ستيل داش بتاعي 5 في 10 في المتر زي ما انت شايف. اما هنا بقى التسليح العمودي عليا هو التسليح بتاع الفلايت ديت اللي انا متشال عليا، يعني التسليح بتاع ده تلتين اللي هو 5 فاي 10 في المتر و 5 فاي 10 في المتر، بس هو كمين انا اللي شايله، فانا اللي تحت وهو اللي فوق وهو اللي ما بين الاثنين دول، تمام؟ اتمنى اكون شرحت لكم الموضوع ده كويس على قد ما اقدر ان شاء الله، وهنزلكم الفيديو حالا ان شاء الله. بالنسبه للسلالم الكابوليه احنا السنه دي مش هنلحق نشرحها، لكن انا هنزلكم المحاضرات بتاعتها كده ليكم انتوا عشان تستفيدوا منها لو تقدروا، وهنزل لكم كمان ان شاء الله المحاضرات بتاعت التورشن، لان انتوا للاسف دفعتكم ما لحقناش نشرحها. وبالتوفيق ان شاء الله، دي اخر محاضره لينا السنه دي.